اتكلمنا كتير على مباراة الأهلي مع حرس الحدود على المستوى ولقطة وليد سليمان. طب تعالوا بقى نشوف كمان الجماهير إيه قالت إيه عن مباراة حرس الحدود مع الأهلي امبارح، ونرجع مع حضراتكم. التغييرات اللي حصلت امس امبارح في الاخر بتغيير وليد سليمان وبنزول محمد مجدي قفشه غير من مجرى المباراه، والحمد لله طبعا يعني الاداء اتغير في نهايه الشوط الثاني، وفضل ربنا ان الاهلي حقق نتيجه كويسه الشوط الثاني. والله دي عاده النادي الاهلي، طبعا بيعودنا ان احنا ما بنفقدش الامل لغايه اخر دقيقه، لغايه خمس دقائق في الوقت الضايع كمان ما بنفقدش الامل في النادي الاهلي. الماتش كان حلو كل حاجه، بس هو تغيير التشكيله بس اللي بيعمله ال 4-4-2. اهم حاجه افريقيا بالنسبه لنا، بطولة افريقيا اهم من الدوري واهم من كل حاجه. الاداء بتاع الاهلي في كام ماتش اللي فات طبعا الاداء متذبذب، لان المستوى البدني طبيعي ان كل ثلاث ايام يومين نلعب، يومين نريح ويوم نلعب، فاكيد يعني المستوى البدني نازل، وكمان عندنا اصابات بالجمله، يعني مش عايز اقول، بس الاهلي قادر يفرحنا على طول. يعني لما وليد سليمان نزل الدنيا اتظبطت، لان وليد عنده من الخبرات اللي تخليه يرجح اي فريق. فايلر بيحاول، بس لسه داخلين على افريقيا ولازم نركز في افريقيا، وقعد الدوري خلاص الحمد لله بنسبه 90% مضمون، بس احنا لازم نركز في افريقيا شويه. هو الاداء ما كانش مقنع قوي يعني، بس هو الفكره كلها ان هو الراجل بيجرب خطط جديده، في اصابات كتير في بعض المراكز، في غيابات، في جمل هو بيتدرب عليها. بالنسبه لنا احنا كاهلاويه هو الدوري كده محسوم، الفكره كلها في افريقيا، احنا محتاجين نشوف كره حلوه في افريقيا، فهو الراجل بيوصل لتيم معين يلعب في افريقيا. هي مباراه فوق المتوسط بشويه، بحيث ان الاهلي ما شدش الاخر ربع ساعه، وبالنسبه للعيبه برضو في لعيبه تحس ان عندها اجهاد، وفي لعيبه تحس ان هي نزلت لما نزلت في الشوط الثاني فورمتها عاليه، زي جونيور اجاي مثلا فورمته بقت عاليه لما نزل في الشوط الثاني. انا المباراه كنت متخوف منها، لان حرس حدود فريق صعب، ولو انت شفت المباراه بتاعت الدور الاول كنت هتعرف الكلام ده، لان احنا جبنا فيها جون في الدقيقه 81 بالحاضر الغائب معانا صراحه سوليه، ربنا يشفيه يا رب وتمشي فيها على خير. بس كان عندي ثقه ويقين الاهلي هيكسب ان شاء الله في اي وقت يعني بصراحه، بس تغيرات المدرب هي فرقت، بس كنت اتمنى انها كان يغيرها بدري شويه. الاهلي احنا معترفين بيه تماما انه كويس جدا جدا، مدربينا كويسين، ما عندناش تغييرات كتير، حتى لو في اي لعيبه طلعت من الاهلي، الاهلي مولد لاعبين، الاهلي طول عمره عنده لعيبه، في اي وقت الاهلي هيكسب وتبقى نبقى واثقين فيها، يعني لو حتى ب 11 ناشئ عارفين ان الاهلي هيكسب، لان هي دي، هو ده النادي الاهلي، هو ده روح النادي الاهلي، هي دي الفانيله الحمراء اللي ما اتغيرتش من 1907.